فيصل بن خران. فيصل جميل جدا. هل تعال فيصل بالله وجه نساله خلصنا كل شيء سالنا خلاص كل اسبوع نفس الاسئله نعيد الاسئله. انا عندي جواب الاول عندي جواب يلا. جواب يعني مو سؤال اي جواب مو سؤال عندي جواب. جاي اتعلم لا الحمد لله جاي اتعلم. كل الظهور في 130 فرصه ثانيه. حلو نفس جوابه نفس جواب فرصه ثانيه. تعلمنا من القاده وتعلمنا من القاده ونتعلم من سامي جر الله في 130 نفس الكلام. انا عندي لك سؤال يا فيصل حبيبي. فيصل اول عمل ناويه باذن الله بعد هالبرنامج وشو؟ ما يدري. أول عمل ثاني عمل. طيب أوكي ثاني عمل والله أنا أقول ثالث عمل كما توجهها الرياح. ثاني عمل برنامج لا لا أنت شوف في فرق بين أني مخطط على شيء أرتبه وبيننا خلها تجي على مهلها. أنا أتمنى أبو عبد المحسن ثاني عمل يقوم أنه يعين في المجد صراحة. والله نقول يا رب هذا طموح كل واحد داخل برنامج. والله يا رب. اللهم أمين. والله يتمنى. عندي لك شيء. أسلم. أنت أسأل سؤال أبو عبد المحسن. أبو عبد المحسن وش قدمت لنا في البرنامج؟ أوه وش قدمت في إيش؟ وش قدمت لنا في البرنامج؟ قدمت أشياء يعني كثيرة بس ايش يعني الشيء اللي تفخر فيه يعني الشيء اللي تشوفه اللي تشوف ان انت يعني انه وجدت اثره فيه. انا يقصد يا ابو عبد المحسن امي الشيء قدمته للبرنامج بصراحة. ما شاء الله قدمت اشياء كثيره. وش ما قدم وبصراحه بدايه البرنامج كل الشباب ليسوا كنهايته كلهم فيه نقله والله انا ما توقعتها فيه نقله جدا مميزه. طبعا ابو عبد المحسن الشيء اللي ما يعرفونه الشباب ولا انا ظنيت اني في 3 شهور اكتفيت من ابو عبد المحسن 3 شهور اللي هناك اللي هي المدهى في المدهى لكن يوم جيت هنا اكتشفت ان ابو عبد المحسن باقي عنده اشياء كثيره. فارجع واقول الكلمه اللي قلتها في اول برنامج هذا ثروه وطنيه الرجل او الاعلام على هيئه رجل. لا وبقول لك شيء مهم اسلم. العمل الاول اللي بتسويه قبله بيوم لازم تكلمني. انا اصلا اي خطوه اعلاميه ما اخطوها ترى دائما لا اكلم ابو عبد المحسن. هذيك الاعلاميه لكن اسلم راح اي هذيك الامور ان شاء الله في ياسير باذن الله. اي فيصل عندك كلمة أخيرة تقول كلمة أخيرة شكرا للكل شكرا لكل الحلفاء عفوا لك والله والله شكرا عبد الرحمن قاسم جهاد 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 شكرا هيثم ياسر محمد الشمراني أبو عبد المحسن أبو عبد المحسن وعبد الوهاب السلمي هذا منتهي منهم هم أصل حلفاء أنا فالأصل إحنا أصلا في البرنامج نتعلم منهم لكن تعلمنا حتى من اللي يقول جهاد وهيثم جميل ياسر محمد الشمراني شد حيلك يا بطل شد حيلك شكرا للجميع. شكلك متوتر اليوم في 130 لأنك جاي تجيب العيد. الله يعطيك العافية يا فيصل. ما أدري حسيت فيصل أنت كويس حبيتك زيادة اليوم ها الله 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 حسيت من فيصل لغة المودع عنده. اي والله اي انه شفافية اي راح توحشونا وشكرا لفلان وفلان.